من جهته شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستوتنبرغ على ضرورة التفاوض بشأن تسوية مع حركة طالبان في أفغانستان، ووصف ستوتنبرغ الوضع الأمني في الأراضي الأفغانية بأنه صعب للغاية مع انسحاب القوات الأجنبية. وأشار الأمين العام للناتو إلى أن الحلف سيواصل دعمه لأفغانستان عبر التمويل والتدريب والوجود غير العسكري. معنا من واشنطن مراسلنا جو ثابت، كيف تتابع الإدارة الأمريكية هذه التطورات في أفغانستان وحتى ما يعني أدلى به يانس ستوتنبرغ؟ فضيلة، متابعة الإدارة الأمريكية لما يحصل في أفغانستان هو قلق جدا في الواقع. وزارة الدفاع الأمريكية وأيضا البيت الأبيض لا ينفيان بأن هناك معلومات استخباراتية بأن الجيش الباكستاني زود ووفر الدعم العسكري وحتى الدعم الجوي عبر سلاح الجو الباكستاني لمقاتلي حركة طالبان من خلال النجاحات التي حققها مقاتلو الحركة تحديدا في إقليم قندهار جنوب البلاد. إذن هناك قلق بأن إسلام أباد لا تتعاون ولا تقدم أي دور إيجابي في استقرار الوضع، أقله في الحفاظ على قدرات الجيش الأفغاني وحكومة كابول. لذلك الصورة سوداوية، وهذا الأمر الذي يقوله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ وأيضا ما يقوله وزير الدفاع لويد أوستن هنا في واشنطن، يؤكد بأن المرحلة ذاهبة إلى مزيد من الفوضى، إلى مزيد من التفكك، وربما الحرب الأهلية قد لا تكون خيارا مستبعدا. ما تحاول واشنطن القيام به هو الدفع من خلال وسطاء مثل تركيا على سبيل المثال، أن تقوم بدور وسيط مع حركة طالبان. ولذلك واشنطن تريد من الأتراك أن يقوموا بتوفير الأمن لمطار كابول بغية حماية مجمع السفارات القريب من المطار. إذن الصورة معقدة. كل كبار المحللين في واشنطن وكل كبار الضباط السابقين في البنتاغون على سبيل المثال مدير السي اي اي السابق ديفيد بيترايس لا يستبعدون أن تسقط كابول بعد أسابيع أو ربما بعد أشهر قليلة من نهاية أغسطس المقبل، وهو موعد الانسحاب. شكرا لك جو ثابت في واشنطن.